مستمعين الأعزاء صباحكم الله بالخير والنور والعافية وأيضا صباح التفاؤل وصباح السعادة، ونتمنى لكم إن شاء الله يوم مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. وأيضا دائما مستمعين الأعزاء، الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس دائما وله آثار إيجابية على صحة الإنسان. نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. أرحب بفريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وأيضا في التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. ومن خلال برنامج صحة وسعادة مستمعينا نرحب باتصالاتكم على الأرقام 600-551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأيضا نذكر مستمعينا الأعزاء بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، دائما ترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين ولبس الكمامة وبالأخص في الأماكن العامة وغسل اليدين بشكل مستمر. ونستعرض معاكم مستمعينا فقرات برامجنا المتنوعة لهذا اليوم، ونبدأها بالأخبار العالمية والمحلية. اليوم خبرنا الأولي: مواد غذائية تسبب الالتهابات، وأيضا أشياء لا ينبغي عملها قبل النوم، ودائما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا، والأهم المتداول فيها بتكون إن شاء الله اليوم معانا زميلتنا أسماء الجناحي. أما فقرة خدمات هيئة الصحة اليوم عندنا مبادرة جميلة الحقيقة من مستشفى لطيفة، مبادرة نقل الأطفال عن طريق استخدام سيارات الأطفال بدل من سرير المستشفى، وبتخبرنا الدكتورة جميلة اليوم كيف يعني زادت هاي المبادرة سعادة المتعاملين وبالأخص الأطفال في مستشفى لطيفة. ومثل ما عودناكم دائما المستمعين الأعزاء عندنا مصطلح طبي يومي، ومصطلحنا اليوم اللوكيميا، وبنتكلم عن هذا الموضوع أكثر. أما بخصوص فقرة التغذية اليوم تحت عنوان أنماط الحياة الصحية للوقاية من مرض السكري، وآخر فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم فقرة صحة المرأة وتأثير العمر على الحمل. فهاي كلها فقراتنا المنوعة مستمعينا الأعزاء، ودائما نطلب منكم التواصل معنا على الأرقام 600-551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونرجع لأخبارنا، وأول خبر عن مواد غذائية تسبب الالتهاب. أثبت مستمعينا الأعزاء العلماء بأن هناك بعض المواد الغذائية تكون سبب دائم ومستمر في الالتهابات، ودائما الالتهابات المزمنة أيضا في الجسم. وكما تعرفون بأن كثرة الالتهابات وإذا تطورت هاي الالتهابات طبعا يصيب أو يصاب بعض الناس مرات لبعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وأيضا أمراض الأوعية الدموية. ومن هاي الأغذية مستمعينا الأعزاء اللي تحتوي دائما على نسبة عالية من اللحوم الحمراء ممكن تسبب التهابات، وأيضا الحبوب المصنعة والمشروبات المحلة والمشروبات الغازية، وجميعها طبعا تزيد خطر الإصابة بالالتهاب وبالأخص بأمراض الأوعية الدموية. ومن أجل تخفيف هاي الأضرار مستمعينا يوصي علماء التغذية بتناول وإكثار من المواد الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة، والإكثار من الأغذية يعني اللي فيها ألياف، وأيضا الخضروات بشكل عام والشاي والقهوة. وأيضا الأهم في الموضوع هو تناول وجبات غذائية متوازنة بشكل دائم التي دائما تساعد الجسم في محاربة الالتهابات.
هذا خبرنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، وبناخذ معاكم فقرتنا الثانية، فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور سرور أخوي عز الله عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك بالنور والعافية أختي أسماء، وشو بتخبرينا اليوم عن مستجدات السوشيال ميديا؟ نحن في قنوات التواصل الاجتماعي هذا الشهر مركزين على مرض السكري. نعم. والمرض يعني ما في بيت ما في أحد عندهم مصاب، يا من النوع الأول أو من النوع الثاني. وكان أنت حاطين معلومة هو ارتباطه ب أو مثلا تأثير كوفيد على مرض السكري. يقول هل تعلم أن مرض السكري يقلل من كفاءة الجهاز المناعي؟ لذلك فإن مرض السكري أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كوفيد 19، خاصة أولئك الذين يعانون من نسبة السكر غير منضبطة. صحيح. أيضا من ضمن بعض الأشياء اللي كنا حاطينها أيضا هي كيفية تعقيم الأغراض المدرسية. ننصح كل أولياء الأمور عن قبل ما عيالهم أو أول ما يوصلون للبيت يعقمون المستلزمات اللي كانوا يستخدمونها، الحقيبة المدرسية، الحذاء، يعني يكون في مكان مخصص قبل ما يدخلون، يعني ما يدخلون يمشون في الصالة وهذا كله، أن كل أغراضهم تكون معقمة ونظيفة قبل الدخول إلى المنزل. أيضا نحن كنا حاطين اليوم سؤال خاص بالسكري، يقول كثرة العطش هي علامة تحذيرية محتملة لمرض السكري، هل هذه المعلومة صحيحة أو غير صحيحة؟ هو مثل بولينج سيستم وبنشوف الناس شو بتختار. هجاوب أنا اسمه؟ كنت تعرف الجواب. نبان ننوه أيضا للجمهور المتعاملين ونأكد إحنا تقريبا قاعدين نقول هذه الرسالة بشكل يومي، ننوه للجميع بأنه سيتم إغلاق بوابة مستشفى دبي المحاذية لشارع أبو بكر الصديق اعتبارا من 15 نوفمبر بسبب أعمال التوسعة القائمة حاليا لمبنى العيادات الخارجية الجديد في المستشفى. نتمنى من الجميع أن يستخدمون المداخل الثانية أو البديلة أو في أكثر على المدخل مدخل الموجود على شارع البراحة ومدخل شارع الخليج. طبعا نحن نعمل على صح من أجل خدمتهم بشكل أفضل، وإن شاء الله العيادات الخارجية لما بتخلص الكل راح يلاحظ الفرق وبيشوفون إن شاء الله هو ينبني. في النهاية نحن نتمنى من الجميع أيضا الالتزام بالإجراءات الوقائية قبل الخروج من المنزل وأثناء العمل مثل التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامات، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسماء، شكرا لك وما قصرتي، شكرا جزيلا. مستمعين الأعزاء مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي بأن شهر نوفمبر هو شهر التثقيف بداء السكري، ودائما ننصح يعني اللي عنده الإصابة بداء السكري لابد مستمعين الأعزاء أن يكون عنده ثقافة كبيرة بهذا المرض، لأن يعني نسبة 70% أو أكثر إدارة الحالة تكون عند الإنسان نفسه، لكن طبعا هناك في فريق طبي يدعم الإنسان بحيث أنه يقدر يسيطر على المرض، ولكن لابد أن الإنسان يكون عنده ثقافة كاملة من كل شيء، سواء من نوع المرض إذا كان النوع الأول أو النوع الثاني، وأيضا عنده ثقافة كاملة في موضوع التغذية، في موضوع التثقيف الصحي، وأيضا مواضيع أخرى أنه كيف يقدر يدير حالته بشكل ذاتي. نحن دائما طبعا ننصح المصابين بداء السكري أن يتابع مع الفريق الطبي المتكامل، ليس فقط الطبيب وإنما أيضا أخصائي التثقيف الصحي له دور حيوي ومهم، وأيضا أخصائية التغذية لها دور حيوي ومهم، بالإضافة إلى أخصائي يعني شبكية العين أو التمارين الرياضية أو أيضا الطبيب النفسي. نتمنى لكم دائما الصحة والعافية. وأيضا بخصوص هذا الموضوع طبعا فقرتنا الثانية بتكون إن شاء الله اليوم، أو عندنا فقرة اليوم، فقرة التغذية خاصة بموضوع أنماط الحياة الصحية للوقاية من داء السكري، بنتكلم عن هذا الموضوع
إن شاء الله خلال هاي الفقرة. ولكن مخرجنا يبغينا نطلع فاصل، ولكن بناخذ وياكم فاصل، ودائما نقول خلكم مع صحة وسعادة. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي، وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة. مستمعين دائما نرحب باتصالاتكم ومشاركاتكم خلال الساعة هاي على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وفقرتنا الثانية فقرة خدمات هيئة الصحة ومبادرة نقل الأطفال عن طريق استخدام سيارات الأطفال بدلا من سرير المستشفى. طبعا مستمعين الأعزاء، مستشفى لطيفة بدبي التابع لهيئة الصحة بدبي دائما يتحفون الحقيقة بهاي المبادرات الجميلة اللي هدفها دائما إسعاد المتعاملين، وكون إنه مستشفى لطيفة أيضا للنساء والأطفال. بنسمع أكثر مستمعينا مع الأستاذة جميلة ضيف الله سعيد، ممرض مسؤول في مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي، وبتكلمنا أكثر عن هاي المبادرة المميزة اللي الحقيقة يعني رفعت سعادة الأطفال في المستشفى. الأخت جميلة صباح الخير. صباح النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام اختي جميلة، الحقيقة نحن يعني سعداء جدا ايضا بهاي المبادرة الجميلة، واكيد انتم التمستوا يعني سعادة يعني الام وسعادة الاب وايضا سعادة الطفل يوم يشوف نفسه يعني يطلع من قسم الاطفال إلى أي مكان في المستشفى، وبالأخص إلى غرفة العمليات، ولكن مش على السرير وإنما في سيارة. فلو تكلمينا أختي جميلة أكثر عن هاي المبادرة، وكيف كانت الفكرة، وكيف يعني الأطفال يشوفون هاي المبادرة ويستمتعون فيها. إن شاء الله. في البداية صباح الخير لك أستاذ الكريم، صباح الخير للموظفين شغالين على برنامج صحة وسعادة في إذاعتنا الموقرة نور دبي، وصباح الخير حق كل المستمعين اللي يسمعونا حاليا. الله يصبحك بالخير والنور. في البداية أحب أشكركم على دعوتكم اللطيفة لعرض مبادرتنا من خلال إذاعتكم الموقرة. ثانيا أحب أنوه أن هالمبادرة حدثت تزامنا مع توجهات خطة هيئة صحة دبي الاستراتيجية المستوحاة من توصيات سمو الشيخ محمد بن راشد، وذلك نحو بيئة سعيدة للمتعاملين من خلال الخدمات المتوفرة في حكومة دبي. نعم. وطبعا نحن عندنا في مستشفى لطيفة في قسم جراحة الأطفال ما كان في أجمل من خلق جو المرح واللعب لأطفالنا الأحباء من خلال زيارتهم لقسم جراحة الأطفال. وأحب أذكر أن المتعارف عليه أن آلية نقل الأطفال عادة تتم من قسم جراحة الأطفال إلى غرف العمليات عن طريق الأسرة الطبية المتوفرة في المستشفيات، ولكن وكما سبق وذكرت لك أن لإدخال جو اللعب والمرح والسعادة للأطفال قررت إدارة مستشفى لطيفة وبدعم من هيئة صحة دبي بتوفير خدمة جديدة تسعد الأطفال، وهي من خلال استخدام سيارات اللعب عن طريق التحكم الذاتي، أن الطفل نفسه يكون قادر على أن يسوق السيارة من قسم الجراحة لغرف العمليات، أو في خاصية بعد عن طريق التحكم عن بعد، وأن المرافق ممكن أن يستخدم الريموت كنترول ويساعد الطفل أن يسوق السيارة لقسم العمليات. نعم طبعا. تفضل. تفضلي أختي. لا كنت أبغى أقول طبعا أن الطفل لما يدخل القسم الممرضة المسؤولة عن حالة الطفل هي بتقيم حالة الطفل وبتشوف إذا كان عمر الطفل ملائم أن يستخدم السيارة أو لا. فنحن عادة نعتمد أعمار من 3 سنوات وفوق بعد ما نتشاور مع الأهل وعساس نتأكد من سلامة الطفل ونتجنب لا سمح الله أي أضرار. طبعا أكيد.
طبعا اختي جميله اختي جميله والمبادره ايضا جميله. طبعا اكيد يعني مع الظروف الحاليه اكيد انتم اخذتوا بعين الاعتبار يعني الاجراءات الاحترازيه الخاصه يعني خلال جائحه كورونا، لو نتكلم في هذا الجانب شوي اختي جميله. طبعا نحن عندنا في قسم جراحه الاطفال نعتمد على تنظيف الالعاب بشكل روتيني وبشكل يومي من خلال استخدام المواد المعقمة المصرح بها من هيئة صحة دبي، ولضمان سلامة الأطفال خصوصا تزامنا مع جائحة كوفيد-19 نسعى ونكون حريصين أول بأول أن طاقم التنظيف حريص على تنظيف وتعقيم السيارة فورا بعد استخدامها من كل طفل. نحن حاليا عندنا في مستشفى في قسم جراحة الأطفال حاليا متوفرة سيارتين، ونحاول أن يكون استخدام السيارات بشكل دوري لين ما السيارة تكون جاهزة ومعقمة للاستخدام. صحيح. أيضا طبعا أختي جميلة نحن في بداية الحديث تكلمنا بأن المبادرة هاي ومثل ما ذكرتي أنت أن يعني تماشيا مع يعني توجهات الحكومة ورؤية هيئة الصحة بدبي دائما يعني إسعاد متعاملينها. طبعا أنتوا بشكل أخص أختي جميلة تتعاملون مع فئة الهيئة تهتم فيها اهتمام كبير جدا الأطفال، ومهم يعني سعادة الأطفال. لو تخبريني يعني كيف كان انطباع الأم وانطباع الأب الحقيقة يوم شافوا المبادرة هاي، وبالأخص يوم تشوفون الطفل يعني طالع من القسم وهو عنده عملية ولكن أنتوا خلقتوا له جو آخر، يعني جو غير عادي أنه هو طالع بلعبة بسيارة ويمشي في الممر. كيف كان شعور الأم والأب يوم يشوفون يعني ابنهم بهاي السعادة؟ طبعا أستاذ الكريم أقدر أقول لك أن هالمبادرة من ملاحظاتنا ساعدت على تخفيف التوتر والخوف سواء كان للطفل أو للمرافق، وهالمبادرة لاقت استحسان كبير من خلال استحسان كبير لأولياء الأمور، لأن بديهيا سعادة الطفل تخلق سعادة لأولياء الأمور أو المرافقين بشكل عام، ف نظراتهم وناستهم جدا بطريقة جدا لا توصف، إن لدرجة إن نحن نعطي الطفل فرصة إنه يختار أي نوع من السيارة يسوقها قبل ما يتحرك. فهاي المبادرة جدا أسعدت أولياء الأمور وأسعدت الأطفال بشكل عام. أهم شيء إن بعد ما يخلصون العملية تعطونهم السيارة. هاي إن شاء الله تكون الخطوة الجاية إن شاء الله. أختي جميلة لو عندك كلمة أخيرة تحبين تقولينها في هذا الموضوع. أوكي. بس في نقطة أحب أذكرها إن خلال عملية النقل أن يكون في تنسيق ما بين أخصائي التخدير وولي الأمر، حيث أن أخصائي التخدير يسمح لولي الأمر أن يرافق الطفل لأن غرف ما قبل التخدير الكامل، وهني نطمن أن عملية نقل الطفل عن طريق السيارة تمر بسلاسة وبكل سهل يسر وسهولة. وكختاما أحب أشكر شيوخنا وقادتنا رشيدة على دعم القطاع الحكومي المتواصل وعلى تشجيعهم لتوفير بيئة سعيدة للمتعاملين، وأحب أشكر إذاعة نور دبي على إتاحة لنا هالفرصة لتعريف الجمهور بالمبادرات في هيئة الصحة بشكل عام وفي مستشفى لطيفة بشكل خاص، وأتمنى للجميع يوم سعيد ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أستاذة جميلة. ضيف الله سعيد ممرضة مسؤولة في هيئة الصحة بدبي في مستشفى لطيفة، وحقيقة يعني نبارك لكم هاي المبادرة الجميلة اللي دائما من خلالها تحاولون إسعاد المتعاملين. كل الشكر لك أختي جميلة وأيضا لفريق عملك المبدع. شكرا جزيلا. شكرا، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. أمان الله. مستمعين الأعزاء، نحب أن قبل أن نطلع الفاصل نذكركم بأن هيئة الصحة بدبي توفر خدمات فحص فيروس كورونا
في المراكز التسوق في مركز مول أو مول الإمارات عفوا ومردف سيتي سنتر وأيضا ديرا سيتي سنتر. بإمكانكم التواصل على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 800-342 للمزيد من المعلومات. وأيضا نحب ننوه بأن هاي الفحوصات وبالأخص في مراكز التسوق لا تحتاج إلى موعد مسبق. نأخذ معاكم مستمعينا الأعزاء فاصل وبنرجع بعد الفاصل عند مصطلحنا الطبي لهذا اليوم وفقرة التغذية تحت عنوان أنماط الحياة الصحية للوقاية من مرض السكري. دائما نقول خلكم مع صحة وسعادة وفاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. ومن خلال برنامج صحة وسعادة نرحب مستمعينا باتصالاتكم وملاحظاتكم على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ مصطلحنا الطبي لهذا اليوم تحت عنوان اللوكيميا وهو أحد أنواع السرطان الذي يتكون في الأنسجة المسؤولة عن إنتاج خلايا الدم والتي تشمل نقي العظام والجهاز الليمفي. يبدأ هذا النوع من السرطان بالتكون عادة في خلايا الدم البيضاء حيث تتمتع كريات الدم البيضاء بقدرة على صد ومحاربة العدوى والتلوثات المختلفة. تنمو هذه الخلايا بشكل عام وبصورة سليمة للغاية وتنقسم حسب احتياجات الجسم، ولكن في حالة الإصابة ينتج نقي العظم في الجسم كمية كبيرة جدا من خلايا الدم البيضاء الشاذة التي لا يمكنها أن تقوم بوظائفها كما ينبغي. ومن مصطلحنا الطبي إلى فقرة التغذية واليوم عنواننا مستمعين الأعزاء أنماط الحياة الصحية للوقاية من مرض السكري. ومعانا اليوم أو تشرفنا اليوم الأستاذة عائشة أحمد الرميثي أخصائي تغذية سريرية بهيئة الصحة بدبي. الأستاذة عائشة صبحك الله بالخير والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور. الله يحييك اختي عائشة. طبعا انتم الشهر هذا يعني اكيد مضغوطين ب يعني برامج مكثفه وبانشطه توعويه خاصه للمصابين بداء السكري بان وبما هو يعني مستمعين الاعزاء الشهر 11 هو معروف بشهر التثقيف بداء السكري. اختي عائشة شو بتخبرينا اليوم عن انماط الحياه الصحيه للمصابين بداء السكري؟ بشكل عام اليوم بعطيكم نبذة بسيطة عن أنماط الحياة الصحية اللي لها تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم حق مريض السكري بالأخص. نعم. طبعا كنا نعرف أن مرض السكري هو أحد الأمراض المزمنة الشائعة في الإمارات بشكل عام، فاليوم بنركز بشكل خاص على الأنماط اللي لازم مريض السكري يتبعها عشان دائما يحافظ على مستوى السكر عنده في الدم. طبعا اول شيء بنتكلم عن النظام الغذائي واللي هو اهم نمط ان احنا لازم نركز عليه دائما. طبعا احنا لما نقول نظام غذائي شو نقصد بنظام غذائي؟ نقصد به نوع الطعام والكميه ايضا لانها لها تاثير كبير على مستوى السكر. فطبعا من الاشياء اللي لازم مريض السكري يحرص انه يعرفها اللي هو حساب الحصه المناسبه له من المجموعات الغذائيه بشكل عام. نعم. وبالاخص مجموعه الكربوهيدرات والنشويات، لأن الكربوهيدرات والنشويات هي اللي لها تأثير مباشر على مستوى السكر في الدم. أيضا مريض السكري لازم أنه يتبع نظام غذائي أو يتناول وجبات غذائية متوازنة. إذن شو نقصد بالوجبات الغذائية المتوازنة؟ طبعا يوم نقول متوازنة أيضا نقصد بها من ناحية الوقت حتى، مو بس أن شو هي الوجبة. صحيح. فتقريبا مريض السكري لازم يستهلك في اليوم 6 وجبات تكون عبارة عن 3 وجبات أساسية اللي هي الريوق والغداء والعشاء، وتكون من بينهم وجبتين أو 3 وجبات خفيفة على حسب احتياج المريض. صحيح. طبعا من بين الوجبة الأساسية والوجبة الخفيفة لازم 2 إلى 3 ساعات، ما يكون أقل عن كذي وما يكون أكثر عن كذي.
نعم. لأن في الحالتين ممكن يأثر حتى على مستوى السكر، يا أنه يكون عنده هبوط أو يكون عنده ارتفاع. صحيح، ونحن دائما أستاذة عائشة ننصح الحقيقة يعني، وأيضا يعني مستمعين الأعزاء، بأن مثل ما ذكرت الأخت عائشة ضروري جدا التنوع، يعني التنوع في التغذية مثل ما قالت أختي عائشة، ليس فقط على يعني نوع الغذاء، حتى يعني الأوقات اللي واحد بياكل فيه الوجبات لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار. فنحن دائما نقول الشخص اللي مصاب بالداء السكري لابد أن يكون عنده حلقة الوصل مع أخصائية التغذية، بحيث أنه يتأكد أن مثل ما قالت أختي عائشة الجرعات اللي يأخذها، يعني قصدي كمية الغذاء اللي يأخذها وعدد الحصص اللي يأخذها مفروض أنها تكون مدروسة وصحيحة. تفضلي أختي عائشة. وحتى بالنسبة للأدوية بشكل عام، مثل ما ذكرت الأدوية دائما لازم تكون متوازنة مع الغذاء، يعني ما يستي مثلا أنا أخذ حبة السكر على معدة خالية، بالتالي ممكن يكون في عرض أنه يكون في هبوط. صحيح. فلازم احنا نعلم مريض السكري انه لازم يكون في توازن بين الوجبه وبين الادويه اللي هو ياخذها، سواء انسولين او حبوب السكر. نعم. عند النمط الثاني اللي هي الحركه او التمارين الرياضيه، دائما ننصح مريض السكر انه تكون عنده حركه في اليوم، يعني نقول اذا كان المشي يكون لمده نص ساعه يوميا، هذا كفيل انه هو يخلي مستويات السكر في الدم دائما طبيعية، أو على الأقل على الحد اللي هو يعني المقبول بالنسبة لمريض السكر. صحيح. وني عند أهم نقطة واللي هو الإجهاد النفسي، اللي وايد من المرضى يجهلونها، اللي هو شو نقصد بالإجهاد النفسي، اللي هو التوتر أو مثلا العصبية الزايدة أو التفكير الزايد، هذا كله يأثر على مستويات السكر عنده في الدم. حتى لو كان خلنا نقول المريض مثلا محافظ على أكله، محافظ على أدويته، لكن عنده إجهاد نفسي كبير، هذا ممكن يأثر على مستوى السكر، لأنه دائما يخلي المستوى مرتفع. فنقول إحنا دائما ننصحهم أن يبتعدون عن التوتر، يحاولون يلاقوا لهم أشياء مثلا مثل الرياضة تخفف التوتر، أنت بعض الأعمال اليدوية اللي يشغل نفسه فيها تخفف هذا التوتر. فإذا كان الموضوع يعني أكبر عن كذي ممكن إنه يشوف الطبيب المختص، لكن صحيح. بشكل عام الإجهاد النفسي له يعني تأثير كبير على مستوى السكر، فدائما ننصحهم إنهم يبتعدون عنه قد ما يقدرون. نعم. الأخت عائشة أحمد الرميثي أخصائي تغذية سريرية بهيئة الصحة بدبي، يعطيكم ألف عافية صراحة، ما تقصرون بجهودكم الدائمة في يعني الأنشطة اللي هدفها دائما زيادة نسبة أو رفع نسبة الوعي لدى أفراد المجتمع بشكل عام، وبالأخص المصابين بداء السكري. كل الشكر والتقدير لك عائشة، وأيضا لفريق العمل المبدع معك، شكرا جزيلا. العفو، الله يسعدك. مستمعين الأعزاء، ومن فقرة أنماط الحياة الصحية للوقاية من مرض السكري إلى فقرتنا الثانية، فقرة صحة المرأة وتأثير العمر على الحمل، وتشرفنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة إكرام عبد العزيز صالح أخصائية نساء وولادة في مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. دكتورة إكرام صباح الخير. صباح النور أستاذ عبد الله، ومرحب بكم في صحة وسعادة ومستشفى دبي. بس التصحيح، أنت في مستشفى دبي دكتورة، أنا أعتذر. مستشفى دبي التابع لهيئة الصحة بدبي. دكتورة إكرام، طبعا أنتم دائما خدماتكم ما شاء الله مميزة، وعناوين حلقتنا يعني وتطلعين أنت فيها أيضا جميلة اليوم تحت عنوان تأثير العمر على الحمل. مستمعين الأعزاء، يعني المرأة اللي تفكر أنها بتحمل من بعد 35 سنة عندها كثير من الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي، وبالأخص في مستشفى دبي. بنسمع اليوم أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتورة إكرام. دكتورة، طبعا أكيد مثل ما نعرف أن العمر له يعني دور كبير في الحمل، سواء يعني على الأم أو على الطفل. حابين نسمع منك دكتورة أكثر، ما هو العمر اللي يعني إذا فكرت الحرمة أو المرأة أنها تحمل يكون صعب عليها وصعب على الجنين أيضا؟ شكرا أستاذ عبد الله، وهو موضوع زي ما أنت قلت الموضوع مهم جدا، ونحن يعني بنأخذ فرصة عبر البرنامج بتاعكم إنه نتكلم مع كل السيدات ونوصل رسالة.
الحمل هو في حد ذاته هو يعتبر ضغط عالي على المرأة، وهي فترة صعبة جدا جدا بتمر بها السيدة الحاملة. وإضافة على ذلك نحن بننصح إنه الوحدة لو حابة تحمل دائما تحمل قبل عمر 35. لكن عندنا هنا نوعين من المرضى، في مريضة ممكن تكون هي عندها أسرة يعني أوريدي، أو هي بدت أسرة وده يكون الحمل بالنسبة لها السادس أو السابع أو حتى العاشر يعني، وفي واحدة هي اختارت تلقائيا لأسباب دراسة أو أسباب عمل إنها ما تبدأ أسرة وتبدأ اللي هو تتزوج متأخر عشان تبدأ تحمل بعد ذلك. فنحن بالنسبة لهم الاثنين بنقول لهم إنه الحمل هو فيه تحديات كبيرة، ونحن عندنا بعض الأشياء اللي هي بتكون متابعة مع الحمل مثل ما تفضل أستاذ عبد الله إنه في بعض التحديات بالنسبة للأم وبالنسبة للطفل. صحيح. فعشان كده لازمة متابعة بسيطة جدا جدا في المستشفى، والمستشفى وكل مستشفيات هيئة الصحة دبي بتوفر رعاية طبية للسيدة اللي هي في العمر الأكبر من 35 وتحتاج متابعة تامة. فبنفصل المخاطر والتحديات اللي حتواجهها هي وطفلها. صحيح. أيضا دكتورة، اللي يميز العيادة عندكم في مستشفى دبي والخدمة أنه يعني لازم نركز على النقطة هاي، المرأة إذا فكرت يعني مثل ما ذكرتي دكتورة من بعد 35 يعني لازم تراجع عندكم، وبيتم يعني إعطائها كل الخدمات الصحية تحتاجها، كل النصائح قبل عملية الحمل دكتورة. أيوة صح. نعم. اللي هو نحن بنقول إنه مثلاً الوحدة لو هي فكرت تحمل وهي بعد 35 إذا كانت هي مواصلة للأسرة بتاعتها أو لأول مرة تحمل، مهم جداً جداً تراجع المستشفى وتراجع العيادات في أي واحدة من المستشفيات بتاعت هيئة الصحة دبي. نحن بننصحها إنها تأخذ اللي هو الفوليك أسيد اللي هو الحبة بتاعت الفيتامين الصغيرة عشان بتقي البيبي من التشوهات، ودي واحدة من التحديات والمشاكل المضاعفات اللي هي بتحصل مع الحمل في سن متأخرة. الحاجة الثانية اللي هي أن إحنا في بعض السيدات بيجدوا صعوبة في إنهم يبدوا الحمل نفسه بعد العمر 35 اللي هو نسبة الخصوبة بتقل إذا كانت عند المرأة أو إذا كان عند الرجل، فمراجعتها للمستشفى أن إحنا بالذات لو كانت هي قررت تتزوج أو قررت تبدأ الأسرة بعد 35 نراجع الهرمونات والأشياء الأساسية بتاعتها، ونتأكد إن هي ما عندها مشكلة للحمل ونبدأ لها الفوليك أسيد، وبعد ذلك بنقول لها من 3 إلى 6 شهور لو ما حصل حمل تلقائي ترجع المستشفى مرة ثانية، لأنه في ذاك الوقت بتحتاج مساعدات، والمساعدات دي اللي هي عن طريق اللي هي التحفيز للحمل أو عن طريق أطفال أنابيب، وده بيبدأ بدري عشان حتى نجنب المخاطر. بعد إذنك أستاذ عبد الله أنا بس حقول المخاطر سريع عشان لأنه يعني مفروض السيدة اللي هي ناوية تحمل بعد سنة 35 تعرف شنو التحديات اللي بتلاقيها. بالنسبة للأم بصورة عامة زيادة العمر أو زيادة في العمر بعد 35 السيدة بطبعها معرضة لأنها يكون عندها ضغط أو سكري، أو الحمل نفسه يكون بالنسبة لها أكثر عرضة لأنها تكون عندها سكر حمل أو ضغط حمل. صحيح. أو ما نسميه ضغط جنين. والحاجة الثانية اللي هي المشيمة اللي هي بتوصل التغذية للبيبي بيكون فيها مشاكل في النمو بتاعها أو في الوجود بتاعها، ممكن نسميها مشيمة هابطة أو بيسموها بريدة زي ما بيقولوا بعض الناس، أو يكون يحصل انفصال في المشيمة. بالنسبة للبيبي عنده حاجتين أكثر شيء أو 3 حاجات نحن بنخاف عليهم أو بنسميها تحديات الحمل ما بعد سن 40، إنه البيبي ممكن يتولد مبكر، والحاجة الثانية إنه البيبي من الأول تكون عنده بعض التشوهات الخلقية اللي هي متلازمة داون أو الطفل المنغولي، ومعظم الناس بيعرفوا إنه بعد عمر 35 النسبة بتاعت المنغولي أو الطفل الداون اللي هما طفل بتاع احتياجات خاصة بتزيد وتصل لنسبة إنه لو الوحدة عمرها 45 سنة بيكون عندها نسبة في كل 70 سيدة واحدة منهم يكون عندها طفل منغولي، ودي نسبة نحن بنعتبرها عالية جدا جدا. فبتحتاج الأم في الوقت ذات إنها تتابع عند اللي هي طب الأجنة أو الحمل الحرج عندنا في المستشفى، في مستشفى دبي أو مستشفى لطيفة اللي هي مستشفيات الهيئة، وبتابعوها متابعة دقيقة جدا جدا، وبتحتاج تعمل فحص من الدم عشان نشوف الطفل هل هو عنده فرصة يصاب بالمتلازمة داون أو بالتشوهات الخلقية، وبعد ذلك بشيء سائل من السائل الأمنيوسي، ويكون متابعتها دقيقة جدا جدا ولطيفة في الحمل الحرج أو طب الأجنة. صحيح. الحاجة الأخيرة اللي هو الطفل ممكن بعد الشر عليها وعلى طفلها فجأة يسقط أو يتوفى داخل البطن قبل الولادة، ودي حاجة يعني حرام يعني واحدة 9 شهور تعبت عشان الطفل يتوفى داخل، لكن النسبة عندهم أعلى من السيدات الصغيرات.
فعشان كده نحن بنقول السيدة اللي هي حلت بعد سنة 35 لأي سبب من الأسباب بيكون عندها متابعة لصيقة في عيادة الحوامل أو عيادة الحمل الحرج، وبالذات في الشهور الأخيرة نحن بنتابعها متابعة لصيقة، وما بنخليها إذا كانت حتى عمرها 40 سنة ما بنخليها تفوت زمنها، يعني هو 9 شهور 9 أيام ما بنخليها تدخل بعدها بأيام عشان المشكلة بتاعت توقف نبض الجنين المفاجئ. صحيح. فدي كلها أشياء تحديات بتخلي الأم إنها هي لازم تراجع المستشفى بصورة دورية. صحيح. والله دكتورة يعني خدمات مميزة الحقيقة، يعني أنا من خلال يعني حديثك يعني هي ليست خدمة فقط للأم، ولكن أنتوا أيضا تحطون في عين الاعتبار أو تأخذون بعين الاعتبار دكتورة حتى وضع الجنين يعني في أثناء الحمل، وبالأخص دكتورة لو تكلمينا شوية عن موضوع يعني اهتمامكم الدقيق خلال الثلاث شهور الأولى من الحمل، وخاصة لفئة المرأة اللي يعني تعدت 35 وحامل. أيضا أنا سمعت أن عندكم يعني مبادرات جميلة وتأخذون المرأة أو الحامل ب يعني علاج شمولي متكامل، ليس فقط يعني علاج خدمات علاجية يؤخذ بعين الاعتبار يعني الجانب العاطفي الجانب النفسي على أساس أنه يكون يعني حمل صحي وسليم دكتورة. أيوة، هي مثل ما صدقت أستاذ عبد الله، نحن بنقول المرأة الحامل نحن بناخدها ككل، وبنقول يعني نحن مش عايزين نخوف، وبنقول إنه معظم السيدات العمر كبير ممكن يجيبوا أطفال سليمين وما تكون فيهم مشاكل، ونحن ده بس من باب الاهتمام ومن باب درء المشاكل. فالمرأة الحامل في الثلاثة شهور الأولى إذا كانت هي كبيرة في السن نسبيا، ونحن بنتابعها اللي هي في عندنا العيادات بتتدرج اللي هي من الحمل المبكر أو حاجة نسميها عيادة الحمل المبكر التفصيلية، ودي بيشوفوا فيها الجنين من أول ما حملت، وبنتأكد تماما إن هي بدت الفوليك أسيد، والفوليك أسيد ده مهم جدا جدا قبل الحمل وبعد الحمل مباشرة، وبعدين بنعمل لها اللي هو السونار تفصيلي. السونار التفصيلي بيدعمل عندنا اللي هو في عيادة الحمل المبكر أو بيدعمل في قسم طب الأجنة عشان نبحث عن التشوهات مبكرا، والتشوهات دي بتتعامل بمختصات دكتورات متخصصات وهم مختصات تدريب عالي على كده. بعد ذلك لو كان عندنا اللي هي نسبة بتاعت 1% إنه الطفل ده ممكن يكون مصاب بمتلازمة داون أو بأي واحدة من المتلازمات بتاعت اللي هي بتاعت إدوارد أو كبار السيدات كبار السن، ذاك الوقت السيدة الحامل تلقائيا بتتحول اللي هو طب الجنين والحمل الحرج، وهناك بتتم رعايتها بتيم كامل من الاستشاريات والاختصاصيات بتابعوا الحمل اللي هو بيدعم لها سونار متخصص لقلب الجنين، وده بيتم بدكاترة مستشفى الجليلة مع دكاترة مستشفى دبي عندهم اللي هي وحدة بتاعت سونار القلب، وده عشان يتابعوا البيبي عشان يتأكد تماما انه البيبي ما عنده تشوهات في القلب اللي هي بتكون مصاحبة عادة اللي متلازمة داون او غير متلازمة داون. وبعد ذلك السيدة طيلة الفترة من 3 شهور لحد الولادة دراية تامة ورعاية تامة، حتى دكاترة الأطفال اللي هم حيستلموا البيبي ما بعد الولادة بيكون عندهم علم إنه السيدة واسمها وعمرها وشنو التحديات اللي هي لاقتها وشنو البيبي فيه أو الطفل المشاكل الموجودة فيه، لأنه حتى ما بعد الولادة بيتم استلامه بيتم تقييمه تقييم كامل من قبل استشاريين واختصاصيين أطفال بعد الولادة مباشرة، وهو عبارة عن تيم كامل وهي في أيدي أمينة، حقيقة هي في أيدي أمينة من بداية الحمل لحد ما تخلص حملها بالسلامة إن شاء الله. والله دكتورة أنا متأكد أن بأياتي سليمة، وأنا يعني يعني سعيد جدا أني يعني تتكلمين بهذا الروح الإيجابي وبهذا الحماس، وأنا متأكد أن هذا الشعور يعكس يعني على المتعامل أو المريض ويحس أن بأياتي أمينة. دكتورة دكتورة استمتعنا الحقيقة يعني في الحديث معاك عن خدمات اللي تقدمونها للمرأة اللي هي يعني بتحمل خلال أو يعني من بعد 35 سنة، وأنا متأكد دكتورة وتحدثنا معاك أن أيضا أنتوا عندكم خدمات مميزة جدا لبعد الولادة، هناك طبعا رعاية خاصة مثل ما ذكرتي للأم وأيضا للجنين، لو تحدثينا في هذا الجانب بعد ما يعني يعني فترة الحمل الولادة شو الخدمات المميزة اللي موجودة في العيادة هاي بالأخص دكتورة أكرم؟ طيب نحن مثل ما تابعنا السيدة اللي هو من بداية الحمل وحتى الحين وصلنا اللي هي وقت الولادة، بتتغيم السيدة على إن هي الحمل هو حمل حرج أو عالي الخطورة أو قليل الخطورة أو متوسط الخطورة.
إذا كان بعد الشر عليها البيبي فيه أي واحدة من المشاكل، لأن إحنا قلنا إذا كان طفل اللي هو منغولي أو بنسميها متلازمة داون، أو البيبي عنده أي مشاكل في القلب، بيتخطى لها اللي هو اللي يتحدد لها وقت الولادة ويتحدد لها طريقة الولادة، هل هي حتى لولادة طبيعية ولا ولادة قيصرية على حسب المعطيات اللي هي كانت في البيبي في الطفل أو في الأم. أو إذا كانت الأم هي نفسها عندها مشاكل اللي هي بتاع ضغط جنين أو مشاكل بتاع السكر حمل مع مثلا بعض التشوهات بعد الشر عليها في الطفل، فدي كلها بتتأخذ في عين الاعتبار وبيكون عندها بلان واضحة أو بيكون عندها خطة واضحة لكيفية الولادة وطريقة الولادة وين ومتى تولد بالضبط في تاريخ من عمر الطفل. ليش احنا نحن بنقول انه السيده الحامل دي بيكون عندها كل الحاجات دي محدده؟ عشان وجود طبيب الاطفال يكون موجود وكل الاختصاصيين اللي احنا محتاجين لهم اذا كانت يحتاج لتدخل من قبل الدكاتره المختصين اللي هم في مستشفى الاطفال مستشفى الجليله او في مستشفى دبي، فبيكون الوقت محدد وكده. وبعد السيده بتجي تكون في غرفه الولاده عندها تيم كامل اللي هم احنا بنقول عليهم الميد وايف او القابلات، هم مدربات تدريب كامل وبتكون معاهم طبيبات اختصاصيات وطبيبة استشارية بيشرفوا على ولادة السيدة إذا كانت هي ولادة طبيعية وبنفس المستوى إذا كانت هي اتحددت على قيصرية لسبب للقيصرية. وبعد الولادة مباشرة أخصائي أو أخصائي الأطفال أو استشاري الأطفال بيكون موجود صحيح. والطفل بيكون محدد له إنه إذا كان حيكون رعاية عادية بتاع الطفل ما عنده مشاكل، ولا إذا كانت رعاية متخصصة الطفل عنده المشاكل اللي هو نحن ذكرناه في بداية الحديث صحيح. نعم. فعلى أساسه عندنا بعض الأطفال سبحان الله يتولدوا ببعض العيوب الخلقية أو بتشوهات خلقية قد يحتاجوا لتدخل جراحي مباشرة بعد صحيح. الولادة، فدين نحن بيكون التيم بتاعهم جاهز جدا جدا وقت الولادة تحدد إذا كان قيصرية بالذات هو غالبا بتكون قيصرية لو حاجة حرجة نعم. وبيكون التيم اللي هو موجود من اختصاصية الأطفال أو جراحة الأطفال بيكونوا موجودين والطفل بيتأخذ مباشرة وبياخذ الرعاية الكاملة المختصة له والمحددة له نعم. دكتورة أكرام عبد العزيز صالح أخصائية نساء وولادة بهيئة الصحة بدبي، سعيدين الحقيقة جدا وشرفتينا دكتور في هذا اللقاء الجميل والخدمة المميزة اللي تقدمونها يعني متابعين هيئة الصحة بدبي وبالأخص هذه العيادة، وشكرا لك دكتورة وأيضا شكرا لفريق عملك المبدع. شكرا أستاذ عبد الله وشكرا لكم. شكرا دكتورة، وأيضا نتمنى طبعا لكل مرأة الحامل حمل صحي وسعيد وسليم. مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن قدمنا لكم مادة علمية ومادة أيضا طبية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وشكر خاص للتنسيق والمتابعة الأخت السراء الهاشمي ومخرجنا المتألق الأستاذ نمر محمد، وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.